بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه نبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الأكرمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نتابع بفضل الله تبارك وتعالى مع دورة شرح الجزرية بطريقة مبسطة سهلة تعين على حفظ الأبيات إن شاء الله تبارك وتعالى. باب أحكام اللامات وأحكام متفرقة. قال ابن الجزري رحمه الله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لتباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإتباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراع شدة بكاف وبتا كشرككم وتا توفى فتنة، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم ككل ربي وبلا وأب في يوم مع قالوا وهم وكل نعم سبحوا لا تزغ قلوب فلتكم. طيب، هنا الناظم رحمه الله يبين أحكام اللامات وأحكام متفرقة في القرآن الكريم، ويحذر من اشتباه حروف بحروف أخرى، يعني لا سيما حروف المستفلة والحروف المستعلي. قال رحمه الله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، يعني بيقول لك فخم اللام من لفظ الجلالة الله إذا سبقها فتحة أو ضم، يعني تقرأ مثلا عبد الله وهو أتى لك بالمثال عبد الله، وترقق إذا سبقها كسر، وهذا طبعا حكم معروف أن اسم الجلال إذا سبقه كسر ترقق اللام، وإذا سبقه ضم أو فتح تغلظ اللام. وضرب لك المثال فقال كعبد الله عبد الله. طيب، قال وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا، يعني ينبه كذلك على تفخيم حروف الاستعلاء وهي المجموعة في جملة خص ضغط قظ، وإعطاء حروف الإطباق منها الصاد والضاد والطاء والظاء نصيبا أقوى من التفخيم. يعني إن كانت حروف خص ضغط قظ هي حروف الاستعلاء وهي حروف مفخمة وهناك درجات في التفخيم، فهو يبين لك أن حروف الإطباق منها وهي الصاد والضاد والطاء والظاء كما قال وصاد ضاد طاء ظاء المطبقة، فبيبين لك أن هذه الحروف لها نصيب أقوى من التفخيم، لا سيما إن كانت مفتوحة وبعدها إيه؟ وبعدها ألف، يعني صاد ضاء ظاء هكذا. قال وقارن بين التفخيم والإطباق في نحو قال والعصا، والعصا أي في قوله تبارك وتعالى عصاه، فالقاف مفخمة بينما الصاد مطبقة، الصاد القاف مفخمة بينما الصاد مطبقة. قال وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع. نبه ابن الجزري رحمه الله على الإظهار من الإتباق، على إظهار الإتباق من قوله تبارك وتعالى أحط، نبه على إظهار الإتباق من قوله تبارك وتعالى أحط، والإتباق هنا في حرف إيه؟ حرف الطاء، وإن كانت الطاء مدغمة في التاء إلا أنه يظهر الإتباق في حرف الطاء، فتقرأ أحط أحط، يعني هو ليس إدغام محض بمعنى أن تدخل الطاء في التاء يعني كاملة، لا، بمعنى أن تقرأ أحدت أحدت، لا، هذا طبعا ليس بصحيح، فهذا إضغام ناقص، فهنا يظهر صفة الطاء وهي الإتباق ويذهب حرف الطاء، أو بمعنى آخر دايما نقول للطلاب ادخل على الطاء واخرج بالتاء، اخرج على الطاء ادخل يعني على حرف الطاء واخرج بالتاء، بمعنى أن أقرأ كده أحدت أحدت كده دخلت على الطاء واخرج بالتاء تو احط، يبقى وبين الاتباق من احط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع. كذلك كلمة بسط اتفاقا بينما وقع الخلاف على كلمة نخلقكم اللي هي بصورة المرسلات، يعني الخلاف هنا هل هو ادغام كامل
يعني القاف في الكاف، أم يعني تظهر صفة القاف، تظهر صفة القاف. فمن القراء من قرأها بالإدغام الناقص كأبي عمرو الداني، ومنهم من قرأها بالإدغام التام. أما حفص فقد أجاز الوجهين، لكن الإمام العلامة علامة زمانه في القراءات ابن الجزري رأى أن الأولى هو الإدغام التام كما جاء في كتابه التمهيد في علم التجويد. وللأمانة أبين الذي قرأنا به على مشايخنا هو الإدغام الإيه الناقص، بمعنى أن نقرأ نخلقكم، نخلقكم، كذلك قرأنا بالإدغام التام نخلقكم، نخلقكم، يعني إدغام كامل تخرج تدخل القاف في الكاف، فكلاهما صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كان يرجح الإمام رحمه الله الإدغام الإيه التام، بمعنى أن يذهب القاف وتذهب صفة القاف وهي التفخيم، نخلقكم، كأن القاف مش موجودة خالص وتشدد الكاف. قال: واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. هنا ينبه رحمه الله على ضرورة الحرص على إظهار سكون الحرف الساكن وعدم تحريكه كما في اللام من قوله تبارك وتعالى جعلنا، جعلنا من تاني بينبه. قال: واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، بينبه رحمه الله على ضرورة الحرص على إظهار سكون الحرف الساكن وعدم تحريكه كما في اللام من قوله تعالى وجعلنا، ما تقولش بقى وجعلنا، لا ما تحركوش ولا تقلقلوا ولا الكلام ده، هنا الحرف إيه ساكن. كذلك النون في قوله تبارك وتعالى أنعمت، النون التي قبل العين والتي هي فيها حكم الإيه الإظهار الحلقي. كذلك الغين في قوله تبارك وتعالى المغضوب، المغضوب، واللام الثانية في قوله جل وعلا ضللنا، لأن بعض القراء يحرك هذه الحروف خطأ أثناء التلاوة مع السرعة في التلاوة أو عدم يعني التنبه لمثل هذه الأمور، يحدث عنده هذا الخطأ الإيه أو اللحن الخفي. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباه محظورا عصى، عصى يعني بيقول لك كلمة محذورا، لو انت لم تخلص انفتاح الحرف هنا وكذلك ترقيق الحرف هيكون محذورا شبيه بايه بمحظورة، وهناك فرق في المعنى بين كلاهم. كذلك كلمة عسى لو انت ما رققتش السين ايه اللي هيحصل، هيبقى عندك عسى شبيهة بكلمة عصى، وشتان بين المعنى لكلمة عسى والمعنى لكلمة عصى. يبقى يقول لك وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباه محظورا عصى. ونبه، فهنا ينبه على ضرورة إخلاص تركيك الذال في كلمة محذورا في قوله تعالى إن عذاب ربك كان محذورا، لئلا تتحول إلى الظاء كما في قوله تعالى محظورا من قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا. كذلك تركيك السين في قوله جل وعلا عسى لئلا تتحول إلى صاد كما في قوله تعالى وعصى، فهذه لحون جلية. فلا هو ليه قال لحون جلية؟ لأن اللحن الجلي تعريفه تغيير حرف بحرف أو حركة بحركة، غيرت الضم إلى فتح أو العكس، أو غيرت حرف السين إلى صاد أو العكس، فهذا اسمه لحن جلي حكمه حرام بسبب تغيير المعنى. فهذه لحون جلية فلا يميز الصاد عن السين إلا الاستعلاء والإتباق، كما أنه لا يميز الظاء عن الذال إلا الاستعلاء والإتباق. الاستعلاء والإتباق فين؟ في حرف الظاء، كذلك في حرف الصاد، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، فمخرجهما واحد وصفاتهما الأخرى واحدة. قال: وراعي شدة بكاف وبتاه كشرككم وتتوفى فتنته. فهنا ينبه على ضرورة إظهار الشدة بالكاف والتاء في الكلمات التي بها تكرار، مثل قوله تبارك وتعالى بشرككم، 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 وتتوفاهم، أو التي تظهر فيها صفة الشدة والهمس واضحتين لسكون التاء والكاف، مثل فتنة،
الهمس فين هنا؟ في حرف التاء مهموسها فحثه شخص سكت. قال وأولي مثل وجنس إن سكن أضغم ككل ربي وبلاء، يعني يضغم أو يضغم الحرف الأول الساكن من المتماثلين مثل بلاء. بلاء اللي حصل هنا إضغام اللام الأولى في اللام الثاني بلاء. ومن المتجانسين مثل قرب قرب، إضغام اللام في الراء إضغام كامل من غير غنة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن الجزري رحمه الله قد اتخذ قرب مثالا للمتجانسين، برغم أنه في مذهبه مخارج الحروف 17 على مذهب الإمام الخليل بن أحمد الفراهيد، وبذلك فهو يرى أن اللام والنون والراء حروف متقاربة وليست متجانسة، بخلاف مذهب الفراء الذي وحد الحروف الطرفية، فقال إن اللام والنون حروف يعني التي تخرج من طرف اللسان، فقال إن اللام والنون والراء تخرج كلها من مخرج واحد وطرف اللسان، وبالتالي تكون حروفا متجانسة. قال وأبن في يوم مع قال وهم وكل نعم سبحوا لا تزغ قلوب فالتقم. فهنا قال ابن الجزري رحمه الله وأبن، أي أظهر الحرف الأول الساكن من المتماثلين، إن كان الحرف الأول حرف مد مثل في يوم، في يوم في سورة المعاج، وقوله تبارك وتعالى قالوا وهم، يبقى هنا بتبين ايه المد الطبيعي في يوم، ما تقولش بقى ده متمثلين ياء جاء بعدها ياء، لا الياء الاولى مديه والياء الثانيه ياء ايه اصلي، يبقى في يوم قالوا وهم مد طبيعي في الواو. او قل نعم فهنا ايضا يمتنع الادغام، كما تظهر الحاء عند الهاء في قوله تبارك وتعالى وسبحه، والغين عند القاف في قوله تبارك وتعالى لا تزغ قلوبنا، واللام عند التاء من قوله تبارك وتعالى فالتقمه الحوت، اللام عند التاء من تاني فالتقمه الحوت. فهذا الباب يعد من أهم الأبواب في فهم مثل هذه الأمور التي تحتاج إلى تدريب وتحتاج إلى تكرار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين يا رب العالمين.